أولا، العدو منذ أسابيع يرسل عبر الوسطاء أنه يريد أن يصل إلى وقف إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب وبإلحاح، ولكن هو يريد أن ينهيها بطريقته، يريد أن يذهب كل واحد إلى حال سبيله دون الإعلان ودون ضمانات لما سيأتي بعد. الحركة قدمت 3 شروط للوسطاء: نحن نريد وقف إطلاق نار شامل معلن وبضمانات دولية، نحن نريد إعلان عن وقف يعني فك الحصار، فتح المعابر، إدخال كل المساعدات لإغاثة السكان والإيواء والإعمار وبضمانات دولية، والشيء الثالث نحن نريد أن نذهب إلى صفقة لتبادل الأسرى تؤدي إلى بين قوسين تبييض السجون، أو بالحد الأدنى أن يخرج كل السجناء وبالذات من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات والقيادات الفلسطينية الكبيرة من كل الفصائل. هو قال أنه التوقيع على مثل هذا الاتفاق يعني التوقيع على وثيقة الهزيمة المدوية والتي ستؤدي به في اليوم التالي إلى السجن أو بالحد الأدنى إلى انتهاء مسيرته السياسية وانفراط عقد الائتلاف، وبالتالي ستدخل إسرائيل في جولة جديدة من الصراع الداخلي الذي قد يؤدي إلى حرب أهلية. جاء اتفاق باريس بهدف جسر الهوة بين الطرفين ووضعوا إطار عمل. هذا الإطار ينقسم إلى مرحلتين: مرحلة أولى تهدئة مؤقتة من 45 يوم يتم فيها تبادل أسرى محدود مدنيا مقابل مدنيين، وتدخل المساعدات وتتوقف العمليات العسكرية وانسحاب إلى أطراف المدن. نحن تعاملنا بإيجابية مع كل المقترحات سواء هذا المقترح أو الذي سبقه، لأننا فعلا نحن نريد أيضا وقف العدوان باعتبار أننا كل يوم أمام مجزرة حقيقية ضد شعبنا. كل يوم صباحا في عندنا حوالي 200 شهيد، 150 إلى 200 شهيد، وبالتالي نحن تعاملنا بإيجابية، لكن أكدنا على نفس الشروط: يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل وبضمانات دولية، انسحاب كامل القوات من قطاع غزة إلى خارج القطاع، 2 أن يكون هناك رفع للحصار وبضمانات دولية ودخول كل الاحتياجات للإغاثة والإيواء والإعمار، و3 أن يكون هناك صفقة للتبادل بضمانات دولية لأن يخرج العدو. كما قلت، الهدف الأساسي هو القيادات من أصحاب الأحكام العالية، القيادات الوطنية، لأن تجربتنا في التهدئة الأولى اللي هي التهدئة الإنسانية اللي صارت بعد شهر من بدء العدوان أو 40 يوم من بدء العدوان، أن العدو اخترق كل شروط التهدئة، لم يدخل المساعدات، استمر في قتل الناس أثناء التهدئة، ولم يلتزم بما اتفقنا عليه فيما يخص الأسرى. نحن نتوقع أنه لن يكون أمام العدو خيار آخر غير أن يرضخ لشروط المقاومة، لأنه هناك فشل في الميدان بعد 120 يوم لم يحقق شيء، لم يحطم المقاومة، لم يستطع تهجير السكان، ولم يستطع أن يستنقذ أي من الأسرى أحياء دون موافقة المقاومة. هناك ضغط داخلي كبير في الكيان على المستوى الشعبي والحزبي والسياسي، هناك ضغط دولي وخاصة أمريكا كبير، لأنه أمريكا اليوم في سنة الانتخابات ومعنية أن تهدأ هذه الجبهة حتى تنطلق الانتخابات، وأيضا هي معنية بعدم توسع الحرب في الإقليم باعتبار أنه أي خطأ هنا أو هناك ممكن يؤدي إلى اشتعال النيران في الإقليم وقد تبدأ الحرب، ولكن لا يعرف كيف ينهوها. لذلك هو ليس له خيار إلا أن يرضخ في النهاية، ولكن نحن نعرف أيضا أن القبول بهذه الخيارات سيكون صعب، لأنه سيجد معارضة داخلية قوية جدا وخاصة من اليمين المتطرف الذي لا يعير انتباها لا لقانون دولي ولا لأمريكا، ولا همه الأساس هو تحقيق طموحاته المريضة. قبل أيام 3 عقدوا مؤتمرا ضخما في القدس يتحدثون عن مخططات العودة لاستيطان قطاع غزة وليس فقط ضفة غربية، وبالتالي تتكلم عن مجموعة مريضة من البشر تتحدث عن أحلام وأوهام مريضة، لذلك سيجد صعوبة، وعشان هيك احنا قد نحتاج إلى وقت حتى نصل إلى الهدف. لكن أنا بعتقد مع ذلك أن ما أنجزناه أن إسرائيل أصبحت عبئا على كل حلفائها، أن هذا الكيان المريض بفكره السياسي المتطرف والفاشي أصبح غير مقبول، ليس على مستوى الموقف العربي والإسلامي وإنما على الموقف الدولي بما فيه الموقف الرسمي. نحن لا ننسى أن بن غفير وسموتريتش لازالوا على قوائم الإرهاب
في كل دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك كما قلت سيجد صعوبة في الوصول إلى هذا الاتفاق، لكن هم ليسوا أمامهم خيار إلا أن في النهاية أن يرضخوا لشروط المقاومة. نحن كشعب فلسطيني مقاومتنا بخير وقادر على الاستمرار. شعبنا برغم الألم ورغم التضحيات الكبيرة والأثمان العالية التي دفعها لازال صامد ومتمسك بحقوقه، وهو يعرف أنه لا خيار له، لأنه سموتريتش قال الفلسطيني عليه إما يرحل أو يقتل، ونحن قلنا نحن نعطيه خيارين، إما نموت أحياء، إما نعيش أحياء كرماء أو نستشهد على أرضنا أحياء كرماء. فأنا أتوقع ستأخذ بعض الوقت، لكن في النهاية سيرضخ لشروط المقاومة.